اعتبر ان كان الموضوع ديال التعلقات الدينيه والترتيب ديال القطاع ما كيعرفش كل شيء. الملعب البلدي اللي هو في طور تقريبا واقف نظرا للضغط اللي مارس عليه الان. كان هذا الاجتماع هذا هو محطه للتواصل مع جميع الفرق البلديه والاستماع والتصميمات اليه حول المشاكل اللوجستيكيه ومشاكل ديال المشاكل ديال ديال الملعب البلدي وكذلك فيما يتعلق بالميناء وما ما يرتبط به. طبعا استمعنا بالاخوان كاملين وعبروا كاملين على الاستياء ديالهم على ما وصلت اليه مدينه العرابيش من الحضيض فيما يتعلق بهذه البنيه التحتيه. طبعا كان الحضور ديال الاخ سيمو مشكور وكذلك السيد احمد السيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد الركراك اللي عطاو رؤيه واضحه حول التجديد ديال الملعب او حول البساط اللي غيكون جديد في الملعب حاليا. كنشكرهم على الحضور ديالهم، كنشكرهم على المساهمه ديالهم وعلى التواصل ديالهم الدرجه الاولى مع جميع الفرق الرياضيه في مدينه العرابيش وتدليل ديك الصعاب ديال اللي كيعانيو منها يوميا سواء على مستوى اللوجيستيك او غياب المطلق يعني التدريب داخل الملعب، لان الملعب الواحد سانتا بربرا هو اصبح ملعب غير مؤهل للعبه. كنتمناو من جميع الاخوان ومن المسؤولين الدرجه الاولى هو الالتفاته للمشاكل اللي كتعرفها مدينه العرائش على المستوى القطاع الرياضي وخصوصا كره القدم اللي الان تقريبا تنتظر السكته القلبيه. جميع الفرق يعانون من التدريب، يعانون من التنقل، يعانون من غياب هذه الملاعب. لهذا هذا كان هو الموضوع ديالنا حنا، وحاولنا ان تواصلوا مع جميع الاخوان ونطمئنوهم على ان الملعب البلدي غادي يعرف اصلاحات وانه خصوصا استمعنا اللي في الاخير عطاتنا نتيجه ان الملعب الوحيد ولو انه تم الاصلاح ديالو لابد من التفكير في ملعب ثاني اللي ممكن انه يخفف الضغط على الملعب ديال سانتا باربرا. كذلك تم التطرق الى الملاعب القرب اللي عطاونا فكره جيده الاخوان في المجلس البلدي بالنسبه للاخوان اللي في المجلس في البرلمان الاخ الاحمدي اللي في المجلس الاقليمي حول العدد وحول يعني توسيع المساحه ديال الملاعب القرب اللي هي في امس الحاجه الى المدينه ككل.